هنروح مع حضراتكم لمبادرة جديدة أطلقتها جريدة الوطن التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. هذه المبادرة بتستهدف دمج الأشخاص من ذوي الهمم من الصم والبكم من خلال ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، وده انطلاقا من استراتيجيتها المستمرة لدعم قادرون باختلاف عشان تكون أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة. يا جماعة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر طبعا، وكل سنة وحضرتك طيبة كمان. بعد التحية، لو تعرفينا عن المبادرة، آليات تنفيذها، أهداف كمان مؤسسة الوطن من إطلاق هذه المبادرة تحديدا. صباح الفل عليكم، وكل عام وحضراتكم وكل المصريين بخير. المبادرة اللي انطلقت منا فكرة للزميل العزيز مصطفى عمار، وهي فعلا كانت يعني من نواه او من بنات افكاره اتناقشنا فيها. انا مش عايزه اقول لحضرتك كمية التفاعل حولها وصل لدرجة ايه، الفكرة عمالة تكبر الحمد لله. هي اول مبادرة من نوعها في صحيفة، يعني احنا في النهاية بنخاطب ابنائنا اكتر من 8 ملايين مصري ومصرية لديهم ظروف خاصة، لكنهم اثبتوا خلال السنوات الاخيرة وتحديدا مع انطلاق فعالية قادرون باختلاف ان الظروف شماعة لا تليق بهم. استطاعوا ان هم يهزموا كل هذه الظروف ويثبتوا ان ذوي الهمم هي همم واراده وعزيمه للتغيير والاثبات انفسهم وللدمج وللمشاركه. الوصول اليهم بترجمه ملخصات مسلسلات رمضان، وده العمل السنوي للشركه المتحده اللي بتقدم فيه خلاصه الابداع في الدراما وفي غيرها، اصبح حق. احنا بنستهدفهم بترجمة هذه المسلسلات بلغة الإشارة لوصول الوعي، وده أحد الأهداف الأساسية من هذه الدراما. الترفيه هو أحد الحقوق المهمة لهؤلاء ولينا أيضا. المتعة وهي أحد الأشياء اللي ممكن يكونوا مش فقدينها بسبب عدم وجود خطاب خاص بيهم. لكن وجود خطاب خاص بيهم ازاي واحنا بندمجهم في المجتمع؟ هم يجب ان هم يشاركوا الجميع في الدراما المقدمه وفي البرامج وفي كل اشكال الميديا اللي بتقدم من خلال الشركه المتحده. في الوطن انا عايزه اقول مجموعه مفاجآت، احنا بادئين بملخصات المسلسلات، لكن زي ما وضحت لحضراتكم المبادره بتكبر. مش هتبقى فقط المسلسلات، هتبقى ايضا نشرات، هتبقى ايضا برامج خاصه معده لشهر رمضان، واللي هينطلق في رمضان هيبقى استكمال على من خلال العام كله او على مدار العام كله. يعني مش هنبقى في رمضان وبس، ومش هنبقى على المسلسلات وبس، هنكون في كل منتج يشعر ذوي الهمم انه بيخاطبهم او يهمهم. وفي نفس الوقت هنكون في على مدار السنه او في ديمومه على مدار السنه، احنا بنجذب جمهور جديد الينا، نجذبه بالسلعه الاساسيه المتعه الوعي الترفيه. طيب مين اللي هيقوم بترجمه هذه الاعمال او ملخصات هذه المسلسلات الى لغه الاشاره، وهتنشر فين يا فندم عشان اخواتنا من الصم والبكم يقدروا يشوفوها ويتابعوها؟ اولا تم الاتفاق والتعاون مع عدد كبير من مترجمي الاشاره اللي تحمسوا جدا للفكره وشعروا ان احنا دي بدايه تغيير حقيقي واستهداف لمجموعه من المصريين كانوا ممكن يكونوا بعيدين الى حد ما عن اهتمامات الصحف، لكن احنا الحمد لله منذ اليوم الاول للوطن مهتمين، ومنذ اليوم الاول لانطلاق فعاليه قادرون باختلاف احنا حاطين ايدينا في الموضوع وبنشارك. فهيتم الاعلان عن كل التفاصيل المتعلقه بالمبادره ومين الشركاء فيها من خلال مترجمي الاشاره خلال هذا الاسبوع، وهنشوف اول منتج ان شاء الله. الاذاعه هتكون من خلال منصات الوطن، سواء الويب سايت او صفحات السوشيال ميديا والمنصات المختلفه فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتكون برامج وهتكون ملخصات مكتوبه وملخصات مرئيه. في عمل يعني اعتقد احنا لينا ان احنا نفخر انه بيتم من خلال مؤسسه الوطن التابعه للشركه المتحده، وايضا من خلال صحفيين عندهم ايمان بقضيه ذوي الهمم واهتمام بيها. طيب يا فندم، يعني حضرتك قلتي لسه التفاصيل هيتم الافصاح عنها قريبا، لكن
هل... مش عايزه احرق بس انا يعني احنا النهارده احنا ممكن بنحاول نعلن اول منتج مش اكتر. يعني احنا بنحاول ناخد من حضرتك بعض التفاصيل. اتفضل. ممكن تقول لنا ابرز المسلسلات اللي هيتم البدء فيها، مواعيد كمان عرضها هيكون ده عبر موقع والسوشيال ميديا زي ما حضرتك قلت، دي حضرتك قلت لنا عليها، لكن المواعيد يعني الملخصات للمسلسلات دي هتبقى عقب الحلقات على طول ولا بيبقى في وقت محدد؟ لا هتكون عقب الحلقات، وفي نفس الوقت من خلال برامج احنا عندنا خريطه الحمد لله تلفزيون الوطن السنه دي انطلاقه جديده لتلفزيون الوطن، الوطن مختلفه في كل حاجه، الانطلاقه الجديده عندنا خريطه برامجيه وخريطه لشهر رمضان هيتم الاعلان عنها ان شاء الله قبل الشهر بيومين، مش يعني مش هتبعد اكتر من كده، لكن احنا بالفعل المنتج المترجم بلغه الاشاره هيتم نشره اعتبارا يعني من هذا الاسبوع، لان احنا بنمهد للخدمه المقدمه وفي نفس الوقت بنشوف ردود الافعال حواليها، هم محتاجين نغير فيها ايه، محتاجين تزيد بمده قد ايه، يعني هيحصل تفاعل حول البرامج المترجمه بلغه الاشاره وحول المسلسلات المترجمه بلغه الاشاره، يعني مش هيكون عرض اول يوم رمضان، لا هنبدا قبليها ببعض البرامج الصغيرة وبعض الملخصات اللي ليها علاقة بأحداث الدراما عامة السنة دي بتتناول إيه، وهنبدأ من بداية شهر رمضان يعني كل عام وحضراتكم بخير العرض وفقا للخريطة. كل الشكر لحضرتك الأستاذة شيماء البرديني رئيس تحرير التنفيذي لجريدة الوطن.